في زيارة غير معلنة وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي إلى محافظة البصرة للوقوف على عدد من الملفات المهمة جاءت في مقدمتها الاستعدادات الأمنية الخاصة بتأمين الصلاة الموحدة التي دعا لها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، إضافة إلى استعدادات استضافة خليجي 25 في البصرة. المحطة الأولى قيادة الشرطة، وناقشنا كثير من الأمور. أعداد كبيرة من المحافظات راح تستقبلهم القوات الأمنية بقلوب عامرة ومكان موجود، وإن شاء الله ستؤدى الصلاة بشكل جيد وتكمل الغاية المحققة منها. محافظ البصرة من جانبه أشاد بدور القوات الأمنية في مواجهة الجريمة، فيما كشف الناطق باسم وزارة الداخلية لقناة الفلوجة عن إكمال كافة الاستعدادات الأمنية، لافتا إلى عدم وجود أي مشكلة في استقبال الكرنفال الكروي الخليجي على أرض المحافظة. إن شاء الله أنه كل الأمور تسير على خير. مثل ما تفضل معالي، الآن مديرية الجريمة اكتشاف الجريمة بالبصرة، الحمد لله أنه خصة الجرائم الأخيرة الجنائية اكتشفت بسرعة ممكن أن توازي كثير من الأجهزة في حتى في خارج العراق. بإذن تعالى كل الاستعدادات الأمنية جاهزة، لا توجد أي مشكلة أمنية في استقبال البصرة العزيزة لهذه الفعالية. الوجهة الثانية لوزير الداخلية ضمن زيارته كانت لفرع وزارة الهجرة والمهجرين بعد إحالة الملف له من قبل رئاسة الوزراء، حيث أكد على استمرار العمل على قدم وساق لإعادة النازحين إلى مناطقهم وتوفير السكن اللائق لهم بالتعاون مع الجهات الساندة، فضلا عن تأمين الاستقرار لنحو 1700 عائلة نازحة في البصرة، بعد الإشارة لعدم رغبتهم بالعودة إلى مناطقهم نتيجة حسن المعاملة التي لمسوها في المحافظة. كان 1700 مهاجر طلب البقاء والاندماج في المجتمع البصري، وهذا دليل على طيب قلوب أهل البصرة، ونحن الآن في طور التنسيق مع السيد المحافظ حتى نقوم بنقل نفوس هؤلاء بناء على طلب السيد المحافظ بعد استقرار سكنهم. لدينا كثير من المخيمات اللي تطلب أن نفككها ونرجع النازحين إلى مناطق سكنهم، خصوصا في محافظات إقليم كردستان. في الوقت الذي يقترب فيه موعد خليجي 25، تتحرك الحكومة المحلية بخطى سريعة جدا لتأمين كافة المستلزمات لإنجاح الكرنفال الكروي الأبرز. يأتي ذلك بعد انقطاع لأكثر من 42 عاما عن آخر دورة خليجية أجريت على أرض العراق. خالد السلامة، لقناة الفلوجة، البصرة.